راح نروح نفطر بكربلاء وان شاء الله نزور وندعي لكم. خلوا لنا لايك كل ما مشترك يشترك وما بقى شيء ونوصل 100,000 مشترك وتابع الفيديو للنهاية حتى تفهموا شو يصير ويانا ويلا نروح ليتس جو. شوفوا قاسم بعده هناك واحنا هنا وصلنا براس الشارع ونريد نروح هسه نطلع لين ما ظل وقت. تمشي عاد والله قلقتني وعلي. شباب هسه حاليا دا نروح للمكتب للسيارات. شوفوا طبعا هذول دا يمشون قدامنا امين عندكم هيك نماذج. شوفوا الجماعة متأخرين ها ويجون يحجون علي، انا اول واحد بيهم قعدت وبدلت وكملت ها هم متأخرين. حجة شباب طبعا هنا صعدنا بالسيارة وطبعا انا كلش ما اقدر احكي لين ويانا عالم وناس نحرك وارجع لكم. وهسه حاليا حركة السيارة وطالعين الكربلاء طبعا بيناتنا الحكيان اذا صوركم من جوا اللي جوا. وهسه حاليا وصلنا لبغداد ونزلنا بالدورة وهاي شنو انا هيجي حاط ايدي على راسي مدرتي ويلا نكمل الطريق الى كربلاء. وهنا تعرفنا على ذول الشباب وصورنا فيديو لطيف. شباب حبايبي وهسه حاليا وصلنا الى كربلاء ويانا الربع اللي ورا دايم شون ورايا. الحمد لله وصلنا بسلامة. ابقوا ويانا بالفيديو وكملوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا اللايك والاشتراك. احبكم. هسه دانا عبر الشارع راح نندعم طبعا. والله همزين من دعمنا. شباب هسه حاليا رايحين نزور دا صوركم الكربلاء شوارع كربلاء. كل خطيئة اخطأت الفطور بعد ساعة ونص ها والشباب والوياي حايرين شو وقت الفطران. هسه حاليا الشباب قرروا نفطر ما قرروا يزورون، قالوا ورا الفطور نفطر ونكمل ونزور. يلا خليكم ويانا ويا الفيديو كملوا الفيديو للنهاية. شوفوا شباب طبعا صار لهم ساعة يردون يدسون عن علماتي صار لهم ساعة يردون يدسون عليها. شنو سببها؟ ليش شنو سببها؟ هنا لقينا احد متابعيني سجاد بكربلاء. جابك سجاد كربلاء؟ عن هذا المكان كنا نوزع بيه ونخدم بيه بالاربعين. هنا كانت هنا الخيمه السماكو. اجينا لهذا المكان كنا نخدم بيه. وهاي هنا هاي الحسينيه مالتنا. واو هسه شباب شويه تعبنا ها وشويه قعدنا هنا على الجزره حلوه. وهسه حاليا شباب دا ندور على مطعم نلقى مطعم ونرجع لكم. بعد بحوثات عميقة ودروس خصوصية لقينا مطعم هسه دا نصعد علينا نسر بالمطعم شباب. وهسه دا ننتظر الأذان بس يوذن ونفطر. شباب وهسه جانا الأكل ووذن وراح نفطر ونرجع لكم. تعالوا تفضلوا ويانا شباب. شباب منو يحب الفاصوليا بيكم؟ أنا أحبها كلش، أكلتي المفضلة الفاصوليا. وهنا ناكل ونقول بسم الله. وبعد ما افطرنا وكملنا شباب جينا نزور. هسه حاليا احنا راح نزور اول شيء الامام العباس واذا خلانا ندخل الموبايل نصور وندعي. الحمد لله والشكر طبعا خلانا ندخل ويانا الموبايل ويلا امشي خلي نروح نزور. ولم احترس فيه من تزيين يا عدوي حاليا شباب فتنا بالمتحف وتعال نشوف هذه الشغلات التراثية القديمة الحلوة. وهنا هذا سيف السلطان نادر وهذه مادة مصنوعة من الذهب. هذه الدرع مصنوع من الذهب. وهنا هذه السيوف الباقية. وهنا هذا الدرع طبعا هذا الدرع مصنوع من الحديد. وشوفوا هنا هذه يسموها الهروات طبعا مصنوعة من الحديد وكلش تراث قديم جدا يعني نادر وحلو. واو شكلها جميل حلو. وهنا هذا الدرع مصنوع من النحاس بزخرفات وهيك شيء. وهنا هذه شيء حلو
بس شوفوا هذا المسدس شقب قديم. وهنا هاي مجموعة من البنادق مينة كلش حلوة. وهنا شكل قبة الإمام الحسين القديمة، وهنا شكل قبة الإمام العباس القديمة، وهنا هاي الساعات القديمة كلش. وهذه ساعة إنجليزية يسموها. وهنا هذه أجراس ومفاتيح كلش قديمة طبعا. هذا يعني جرس يسمونه مفتاح، هي ذات المفتاح. وطبعا هاي يعني أشكالها قديمة هاي المفاتيح كلش، ويقولون استخدمت هاي بالعتبة. وشوفوا هذا الجرس. وتعالوا هنا خلي نشوف شكو، بدنا نشوف شنو هاي الكتابات. يقولون هاي كتابات يعني قديمة تراثية، بيها خطوط وبيها أشياء حلوة. خلي نشوفه بالله. شوف هنا هذا الخط الكوفي يسمونه. وهنا هذه مجموعة من المقاصيص والشاشين القديمة والخواشيق مال الشاي اعتقد. وتعالوا شوفوا هاي الفلوس القديمة كلش ايش قد حلوة. وهنا نشوفوا هاي الحيوانات البحرية عايشة اكثر من الاف السنين. واو. وهنا نشوفوا هاي الصينية مصنوعة طبعا من النحاس. وهنا كملنا زيارة بالامام العباس، وهسه رايحين للامام الحسين. وهنا انا بين الحرمين واقف، ويلا نروح نزور الامام الحسين. وهنا انا شباب قبالنا نزور وندعي: اللهم شافي كل مريض، واعطي كل فقير ومحتاج. اللهم كل سنه وكل عام العراق في خير وامان وسلام. شباب شوفوا الاجواء شلون حلوه. وحاليا شباب شو اسمه كملنا زياره وطالعين دا نفطر. انت بس ايدك ايدك، ادري ما تريد تطلع بالتصوير، هو انت ما طلعك اصلا. بس طال عندنا نشتري حلويات ونشتري هاي السواليف. والله يا بي ما دا خلوني اكمل تصوير. هذا الوياي بس ما يخليني اكمل تصوير. يا بي الفلوق، يا بي الفلوق راح. هسه حاليا الولد خلاني اصور براحتي. راح عندنا نفطر ونشتري. كملوا ويانا. ناجي ابو انا شرابت وما انطاني لي قصبه. ليش شنو سببها؟ قصبه خالي لك عاش. شوف 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 يا اخي. يا اخي شنو؟ شو اقول لك يا اخي؟ خبره خبره يا اخي خبره. قبل عشان حطها شباب هسه تعبانين وقاعدين هنا، تعبانين وقعدنا شويه نستراح ونقوم نروح. ولهنا شباب نكون وصلنا نهايه الفيديو. ما يحتاج اقول لكم شو تسوون، انتم تعرفون من يومكم. باي باي.